شو اللي صار بالضبط بين المعهد النموذجي ومعهد الهادي شاكر؟ والله بدأت الحكاية بين زوز تلامذة متعدين مروحين من معهد النموذجي، تعرضوا لهم أولاد وضربوهم، الآخرين قعدت فيها في قلبهم وجاوا الأولاد هنا حمشوهم وبدأت اللغة نتاع حوم واحد يا أخي قال لك مشي نضربوهم، مشيت صارت مشكلة غادي رجعنا. مين غادي؟ ليسي نموذجي؟ نموذجي صارت المشكلة غادي وواحد بداو يضربوا في الحجر روم علينا، ضربوا الحجر ولا نتبادلوا في الحجر الاخرين يضربوا احنا نضربوا واحد. بعد جاء الحاكم ولا يضرب فينا بالغاز، تلامذة تخنقتوا واحد وبعد ولا يضربوا في الكراسي هابطين من هنا هابطين على البروفيت يضربوا في البروفيت كراسي وطواول كل واحد باش يضرب. جماعة البيلوت ولا يضربوا في صار تكسير واحد جاء اليوم بريسك تسمى تفضلت الحكاية، حكينا مع تلمدنا بعضنا ولاد الجرسون ولاد بيلوت وتلمينا بالأساتذة والمديرين وتفاهمنا على الصلح وكل شيء. بدأت بحكاية بسيطة بين زوز تلامذة تعاركوا في وسط ليسي بيلوت، دخل تلميذ من ليسي جارسون باش يتعدى من ليسي بيلوت يعني شقة، فهمني يا أخي، تعارك مع جماعة من البيلوت، ولد ليسي المعهد الهادي شاكر، ولد معهد الهادي شاكر جاب جماعة معاه دخلوا لوسط البيلوت ضربوا جماعة اللي ضربوا الطفل اللي تضرب من المعهد الهادي شاكر، وكبرت الحكاية لزوز ليسيات. سبب الخلاف بيناتهم شنو؟ عركة صغيرة في وسط متعدي وتلكشوا على بعض يعني تناقشوا في بعضهم. احنا كنا نقراو نهار الاربعاء يا اخي، نشقوا كان ديجا فما تلامذة كان عادي وقتها، نشقوا كان جماعة من الجارسون جاو حكيت 50 تلميذ في بالي، كنا نعديو كان فما تلامذة كاملوا عديو الباك قصاو كان عديو دفار ما تقصاو، احنا هكاك نشقوا كان تلامذة تعيشوا في الحجان بالفوق وطويول ودخلوا في وسط الليسي وتكسروا في الليكازيي وكل شيء، و كهو احنا هكاك ديجا ما نفهموش علاش، ما فما ياسر تلامذة مش فاهمين شنو صاير بالضبط وعلاش الاسباب نتاع هذايا العرك، مي هكا توا ابارامون مشاو جاو صباح تلامذة وتحيو مع بعضهم تحية العلم وكيف كيف مشاو تلامذة من البيلات للجارسون وتفاهموا على اساس ما فما حد شيء. صارت مشكلة صغيرة بين زوز تلامذة وبعد الحكاية معناها بشوية بشوية كبرت، معناها شكون تضرب من الجارسون حبي يفض حكايته مع شكون تضرب من هنا، قالت الحكاية كبرت مرة الأولى وكل بعد أول تامس زادت كبرت شوية، أي بون تو لاباس معناها جاو جماعة من الجارسون أمس الليسي وطلبوا معناها صار صلح بين الأساتذة نتاعهم والمدير والتلامذة، اليوم كيف كيف جاو جماعة من الجارسون اليوم طاحين على بعضنا احنا والجارسون وجات الإدارة نتاعهم والأساتذة، ما صار حتى شيء لهنا، كيف كيف احنا جماعة من الليسي نمشيو للجارسون دخلوا التلامذة نتاعنا بالعكس معناها بجو كل أخوية وكل. لو كان نحبوا نوصلوا للأسباب نتاع العنف اللي صار في المعهد الهادي شاكر ومعهد النموذجي واللي يمكن يكون في غيره من المؤسسات التربوية نتاعنا، شنو نجم نقولوا؟ هو أسباب العنف لو كان نشوفوها نلقاوها مسألة بسيطة برشا، مع الأسف الشديد يعني تطورت بالشكل اللي العنف اللي شاهدناه، وهذا امر ما معناتها اصدمنا في الواقع لانه ما شاهدناهوش قبل في فضاء تربوي. هي الاسباب وخلاف سيت ما بين زوج تلامذة والشجار نجر عليه ردة فعل معناتها ووقع حشر لمجموعة كبيرة من التلامذة، اجتمعنا اليوم كافة أعضاء اللجنة هذه ومجموعة من التلامذة اللي هم شكلوا لجنة، وانا اللجنه ذي بالطبيعه قلت اليوم انه تبقى على الاقل هي تابعة كل معناتها ما يمكن ان يتم من مقترحات وحلول عمليه في اتجاه الخروج من هذه الازمه اللي هي ازمه بالفعل علائقيه. انا نقول الحوار مهم جدا، معناتها لو كان سمعنا التلامذه واعطيناهم فرصه باش يبديوا رايهم في الموضوع من قبل ما كناش نوصل للازمه ذي. نقول رب ضاره نافعه على كل حال اللي صار، ان شاء الله المستقبل ان يكون معناتها ياسس لي معناتها امور تكون ايجابيه وبالفعل بناءه. اجتماع اليوم كان اجتماع فعلا بناء بحضور الاسره التربويه للمعهدين بحضور ممثلين عن التلامذه من المعهدين، ما نحبوش نرجعوا للي صار نعتبروه طي التاريخ، نحب نبنيه للمستقبل اللي يكون مستقبل واعد. الشباب اليوم اظهر من الوعي الشيء الكثير، وانا شخصيا ومع المجموعه صفقنا لحضور التلامذة
وجلوسهم مع بعضهم، حاولوا حوار ودي، حوار بناء، أظهروا فيه من الوطنية ومن التحابب ومن النسيان الماضي وطي الصفحات ربما القاتمة، ولو هي جات في ظرف يعني قصير، كانوا تواو صفحة هذه وقادمين على مرحلة خير. الحلول هو أن اللجنة دي تواصل متابعة المهام تاعها اللي مش تنظر في برمجة ولا النشاط الممكن ليجمع بين التلاميذ المعهد النموذجي والهادي شاكر من ناحية، ثم من ناحية أخرى ننظر في بعض النقائص.